بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم باسم الطاقم التمريضي والطبي والاداري لتصنيع النرمل تطوان كنعلنوا على شفاء اول حاله في مدينه تطوان. هذه الحاله دخلت عندنا في 20 فبراير من بعد ما تبعت البروتوكول المعتمد ديال وزاره الصحه. درنا التحليه الاولى والتحليه الثانيه خرجت نيجاتيف شافت. والمفرح في هذا الشيء هذا انها السيده كتبلغ من العمر 68 سنه وديابيتيك. كما شفتوا الحالات الصحيه ديالها مزيانه. هذا الشيء هذا كيفرحنا وكيزيد يشجعنا نزيدو نخدمو ان شاء الله باذن الله هاد الاسبوع الاسبوع الثاني يا ربي يكونوا غيكونوا ان شاء الله حالات اخرى. اشرف الجاري ممرض المسؤول عن قسم الوحده العزل. كنهضر باسمي وباسم الطاقم التمريضي والطاقم الصحي والطاقم الطبي اللي يسهر على تتبع العلاج وتقديم العلاجات طيله 24 ساعه وعلى طول مده العلاج. وهذه المناسبه احنا فرحانين بمناسبه خروج اول متعافيه من مدينه تطوان ومن مستشفى تسنية درمل بالخصوص. وحنا يا جنود مجندين الى اخر رمق الى اخر يوم للقضاء على هذا الوباء. وكنطلبوا من الناس يعاونونا بالبقاء في منازل ديالهم وشكرا.